نعم سامي، طبعا جلسة اليوم شهدت أجواء مشحونة وساخنة جدا. من جهة كانت هناك عدة اتهامات واتهامات متبادلة سواء من قبل بريطانيا أو أمريكا أو أوكرانيا تجاه روسيا، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لروسيا تجاه خصومها التقليديين. طبعا من بين أهم الكلمات سامي خلال هذه الجلسة هي كلمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، الذي صرح بأنه وأكد بأنه المحطة الدولية المحطة الطاقة النووية في زابوريجيا لم تصاب بأي هجوم صاروخي ولا بأي نيران، بينما هناك مبنى جانبي هو من أصابته ألهبة النيران. أيضا من بين أهم الكلمات كلمة المندوبة البريطانية التي اتهمت روسيا بأنها تريد أن تخلق نوع من الفوضى في أوروبا وفي المجتمع الدولي، بينما رد عليها السفير الروسي بأنه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا يريد أن يخلق نوع من الهستيريا أو حالة من الهستيريا. طبعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد وعد في بيان بأنه سيزور قريبا مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا وأيضا مفاعل زاباروتيا، وأكد خلال كلمته بأنه سيتواصل مع كافة الأطراف في أوكرانيا وأن عمله ليس عملا سياسيا، بالإشارة بأنه ممكن جدا يتعامل مع السلطات الأوكرانية وأيضا ممكن جدا أن يتعامل مع السلطات الروسية داخل التراب الأوكراني. للأسف سامي في نهاية الجلسة لم يتمخض الاجتماع عن أي شيء، لم يعتمد أي قرار ولم يكن هناك أي قرار ولا أي بيان، فقط توضيح الرؤى وقراءة بيانات المندوبين وانتهت الجلسة هكذا بدون أي خطوة على الأرض الواقع سامي. نعم، انتقل إلى مجدي يازجي. مجدي، يبدو أن هناك تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول بأن بلاده ملتزمة بالدفاع على أمن وسلامة أوكرانيا، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول المواقف الأمريكية. صحيح سامي، المواقف الأمريكية الأخيرة بجانب هذه التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي، هناك تأكيد على أهمية الدبلوماسية، وهناك حديث عن أن البيت الأبيض مستعد للدبلوماسية إن أبدت موسكو أيضا هذا الاستعداد وخفضت التصعيد وعادت مرة أخرى جديدة إلى الحوار. أيضا بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث في جولته الأوروبية وفي وجوده في بروكسل عن أهمية الدفاع في نفس الوقت، يعني الدبلوماسية قائمة ولكن واشنطن أيضا تريد الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو إن تعرض إلى أي عملية عسكرية على غرار ما يحدث في أوكرانيا، وبالتالي هنا تعويل على الدبلوماسية. ولكن من جانب آخر أيضا يلوح بلينكن بأهمية الحفاظ على كل أراضي الناتو وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا وأن الخط الأحمر الخاص فيها حاليا هو بالنسبة لأراضي الناتو. شكرا جزيلا لك مراسلنا مجدي يازجي، كنت معنا من واشنطن. أشكر من نيويورك مراسلنا رضا بوشفرة، شكرا لكم.